الابر كناين، الابر كناين من اكتر الاسنان اللي بتيجي في الامتحان مهمه. حلو كده. طيب اول حاجه نبدا بيها هو ايه؟ الميد لاين. مش هقعد بقى اقيس تاني البلوك عرض البلوك اللي هو 13 او 14 واحط النقطه وشد. بص يعني يا جدعان بعينيا اهو النقط، النقط دي تقريبا في النص صح. حلو، استغل ان اللايف بتاعت ستريت واقف بيها كده، فاقوم انا ساحب الخط بتاعي اهو بالشكل ده كده اهو، ادي الميد لاين اهو في النص. بعدين اسحب الميد لاين للنص هنا كده واطلعه الناحيه الثانيه، ده اللي انا عايزه من الميد لاين بس. حلو، نيجي بقى طول الكراون بتاعك قد ايه؟ طول الكراون عندي 10، هنخليه 10 ونص. هنخليه كام؟ 10 ونص. حلو، ونقسمه لثلاث اتلات، 3 ونص، 1 2 3 ونص و7 و10 ونص. تمام؟ الناس عايزه تعمل 3 ونص 3 ونص 3، يعني 3 ونص 3 ونص 3 تحسب 10 براحتهم، بس انا بزود. انا ليه بزود النص ملي؟ عشان خاطر في كاظم بتب تحت ممكن تقصر. بعد كده اشد خط، ادي الخط اهو وادي الخط الثاني وادي الخط الثالث. طول الروت كام؟ 17. هخليه انا كام؟ 18. ليه يا دكتور 18؟ عشان انا هعمل له فينيشنج، هخليه بوينتد ايبكس، فهقصره انا الواحد ملي ده. حلو؟ نفس المكان الناحيه الثانيه، نفس الكلام هنا. طول الكراون قد ايه؟ طول الكراون 10 ونص، يبقى انا هقيسه ادي 1 2 3 ونص 7 10 ونص، واشد الخط بتاعه اهو، وادي الخط الثاني وادي الخط الثاني. اجرب كده اوصل خط ثانيه واحده من هنا، ده جه على الثاني بالظبط اهو، بس انا زي الفل كده. وبعدين اجي انا جاي واخد 18 هنا اهو وشادد خط. هو انا ليه جربت اوصل هنا من الاول؟ عشان خاطر لو في اي مشكله في بتاع ده في المقاسات دي اعرفها قبل ما اكمل باقي المقاسات، ما اجيش اتصدم في الاخر ان ده مش زي ده. فوصل ايه الاول. نيجي بقى الميزو ديستال دايمتر اللي عند السيرفايكال لاين قد ايه يا دكتور؟ بيكون عباره عن 6. هو 5 ونص هخلي 6 صح؟ 6 يعني كام؟ 3 و3 يبقى 1 2 3 واحط نقطه، 1 2 3 واحط نقطه. طب الميزو ديستال الكبير كام؟ 6 ونص، قصدي 7 ونص، يعني 8. هنقسم كام؟ 4 4. بس الكونتاكت في القناه ايه؟ جي ام. الميزيال فين على الجنكشن اللي هو الخط ده؟ الديستال فين؟ في نص الميزيال سير. يبقى من هنا هحدد ان ده ميزيال اهو من هنا، ومن هنا حدد ان ده ايه؟ ديستال. حلو كده. ليه بقى؟ عشان ما اجي هنا على الميزيال هنا اهو هقيس 4 على الجنكشن هنا اهو، هنا في نص الميدل ثيرد 4 اهو، مش لازم اعمل خط في نص الميدل ثيرد، انزل بقى بالمسطره في نص الميدل ثيرد نفسه ما بين الايه؟ الخطين دول. بعدين بقى نركز كده، هوصل النقطة دي بالنقطة دي واقفل تحت على الميد لاين، وبعدين هوصل النقطة دي بالنقطة دي واقفل ايه برضه على الميد لاين. شايفين بقى كده؟ أنا قافل على الميد لاين أهو، الكاس تب على الميد لاين واضحة في البتاع، وهنا واحد كريست في الميدل ثيرد ما بين الخطين، واحد كريست على الجنكشن، الاتنين مش ايه؟ مش قصاد بعض. واطلع اقفل الروت اهو، لو انا مثلا ما بعرفش اقفل الروت بص هطلع ماشي بكارفر ستريت والف انا ليه؟ البلوك، هقفل الروت اهو، اطلع انا نفس الشيء اطلع ستريت اهو والف ليه؟ البلوك بس. واضحه كده الرسمه؟ فيها مشكله؟ طيب نيجي بقى للناحيه الثانيه، نفس الشيء. الميزيو ديستال هنا كام؟ على السيرفايكال لاين 6، يبقى دي 3 وادي 1 2 3. اقف بقى فين الميزيال؟ لا ده الميزيال بقى هنا. فين الديستال؟ بقى هنا، عشان كده كتبتهم في الاول. انزل هنا الميزيال على الجنكشن يا دكتور 4، هنا الميزيال الديستال نص ميدل ثيرد 4، وبعدين اوصل الخط ده بالخط ده وده بده، وبعدين اقفل تحت عليه على الميد لاين كده اهو. لو نلاحظ تاني الكريست على الجنكشن والكريست فين؟ في نص الميدل ثيرد. ده اللي في نص الميدل ثيرد اهو، امشي امشي امشي، ده اللي في نص الميدل ثيرد عشان ده ايه؟ الديست. لو ما حصلش كده يبقى انا عكست الدنيا، عيد من تاني واطلع بقى ايه؟ اقفل الروت بتاعي بالشكل ده، اطلع ستريت والف البلوك قفلته. صعب كده؟ نيجي بقى نسيح. بعد ما نسيح حاجة ماشي، بص امسك البلوك اهو وهمشي بالنايف كده، اسيح بالجزء اللي هو بالنايف وامشي موازي للخط بتاعي اهو. انا بدات بالاوت لاين ما بداتش بالسلوب،
بدأت بمين الأول؟ بالأوت لاين كده. الناحية التانية نفس الشيء، بسخن اهو وهمشي موازي للأوت لاين. بسخن بإيه؟ أو بسيح بالتلت العلوي من النايف عشان يفضل التلت السفلي أو التيب بتاعت النايف تسقط الوكس لتحت. صعبة كده؟ بعدين بقى أجي أنا جاي بظهر الكارفر يكون ستريت وأشيل بقى الإيه؟ الزيادات دي. أسيب سطح سموس وستريت، يعني ستريت قبل سموس. شايفين كده؟ شايفين قطعة ماشية إزاي؟ مع الخط بالظبط. واضحة؟ تمام؟ حلوة. أكون ماشي أنا مع الخط بالظبط. بعد ما أكون أنا عملت دي بقى أبدأ أمشي مع مين بقى؟ مع السلوب. أمشي مع السلوب. همشي مع الاسلوب ازاي؟ اهو اجي انا جاي مسيح او مسخن الاول، الاسلوب جاي كده، يبقى انا همشي كده اهو موازي ليه، واكل اهو حدين، نفس الشيء اجي اهو واكل اهو موازي ليه كده. كرست بقى على الجنكشن غصب عني مش بمزاجه. وبعدين اشيل الحبه ليه؟ الزيادات اللي في النص. تعالى بقى ابدا ايه هنا كده، نفس الشيء شيل الزيادات اللي هنا. هو ما انا سبت، شوفوا هنا بقى لسه في زيادات عايز تتشال شويه. او ما انا كده عملت ايه بقى؟ شايفين كده القطعه ماشيه على الجنكشن بالظبط، والكريست فين؟ على الجنكشن بالظبط، وسايب سطح ايه؟ ستريت. اهم حاجه يكون ستريت، فكده الماسك مش هتكبر منه ولا هيتخن منه. نفس الكلام بقى اطلع من الناحيه الثانيه ناحيه الديستنت. هبدا بمين؟ هبدا بالاوت لاين نفسه، مش هبدا انا بالاسلوب. من هنا نفس الشيء من الناحيه الثانيه، هبدا بالاوت لاين اهو. تمام. بعد كده ابدا اشيل الزيادات اللي في النص. لازم اشيلها ليه؟ عشان خاطر القطعه ما تطلعش عندي كبيره بالرغم من ان انا واخد المقاسات. اي كرش في النص بشيله. بعد كده اجي بقى اشيل الاسلوب. لما خدت الاوت لاين الاول انا كده احسن لي، كده مش هاكل. لان لو بدات بالاسلوب اول ممكن انا اكل ايه؟ اكتر من اللازم. اهو بمشي هنا موازي للخط بتاعي، واقف. هنا نفس الشيء، امشي موازي للخط بتاع هنا اهو، واقف. نيجي بقى نشيل الزيادات اللي في النص اهي بالشكل ده كده، نشيل لسه الزيادات تاني اهو. ويبقى ده شكل الكريس. شايفين شكل القطعه؟ واحده على الجنكشن وتانيه فين؟ نص الميدل ثيرد، واضحه خالص. تمام كده. نبدا بقى نسيح الروت. نمشي بقى موازي للاوت لاين بتاعت الروت ونسيح الروت هنا، نفس الشيء نسيح الروت من هنا، ونيجي نشيل الزيادات دي. ليه بشيل الزيادات هنا في الروت؟ عشان ما يتخنش مني. نعم ثواني اهو. انا دلوقتي بمشي اهو موازي للخط اهو، وبشيل كل الزيادة. حد معاه شراب؟ هنا اهو ماشي مع ايه؟ مع الاوت لاين. نفس الشيء هعمله الناحية التانية.
منهم، وهاجي برضه اشيل الكوبيري من هنا برضه. لو تلاحظوا انا ماشي موازي للاوت لاين بتاعت الروت اللي انا راسمها، وبقرب منها يا اخوانا، ما بسيبش زياده كبيره قوي ما بينها، وابدا اشيل كل الايه، كل بقى الزيادات دي عشان الروت ما يكبرش مني. اهو بالشكل ده كده. اهو كده بقيت ماشي مع الايه؟ مع الاوت لاين بالظبط. بعدها امسك الشراب كده. انا خلصت الفيرست كات بتاعتي تمام كده. نبدا بقى في السكند كات. بسم الله في السكند كات. الثلاث خطوط اللي انا عملتهم في الفيرست كات هرسمهم تاني في السكند كات، فبوضحهم هنا اهو. ويمكن ميزه كمان اللي بيوضح لي الثلاث خطوط اماكن الكريست بتاعتي. هنا انا بس عملت ايه؟ انا وضحت ليه ثلاث خطوط. ليه؟ عشان اقوم اوصل الخط ده بالخط ده، واوصل الخط ده بالخط ده، واوصل الخط ده بالخط ده تمام. بعدين نفس الشيء هوصل الخط ده بالخط ده هنا اهو، وده بده، وده الكريست هو نفسه خط يعني، لان احنا هنا الكريست هنا على الجنكشن اللي هو الكونتاكتير يعني. بعدين نعمل الميد لاين، خليه بقى يلف حوالين السنه كلها بالشكل ده كده، اتقابلوا في الاخر. نيجي بقى الليبيولينجوال دايمنشن قد ايه؟ هو عند السيرفايكال لاين 7، فهيتقسم ل 3.5 و3.5. ثواني كده حطه هنا 7 اهو، هيتقسم 1 2 3.5، 1 2 3.5. الليبيولينجوال بقى التاني اللي هو في نص السيرفايكال ثيرد ما بين الخطين، في نص الايه؟ السيرفايكال ثيرد ما بين الخطين كام؟ 8 اللي هو 4 و4. بعدين هوصل النقطة دي بالنقطة دي، ووصل النقطة دي بالنقطة دي. واضحة كده للخط؟ تمام؟ زي الفل. هنا بقى ما اجيش اقفل على هنا، ما يضحكش عليا بالخط ده. ده لا ده انا هطلع ستريت، يعني بص كده هاجي من الانسايزل واطلع مستقيم لحد ما اوصل للخط. شايفين؟ انا هاجي تاني من الانسايزل من تحت واطلع مستقيم لحد ما اوصل للخط. كده. نفس الشيء اطلع مستقيم لحد ما اوصل للنقطة. اهو. يبقى الخط بتاعي ماشي كده. يبقى ده شكل رسم الدايموند ده، اللي هو يبقى جاي كده وبعدين جاي كده، واطلع بعد كده ايه؟ اقفل فين؟ في الروت عادي خالص اهو. نرسم نرسمه تاني، نرسمه تاني في المنطقة دي كده. هقيس هنا اهو 3.5 و3.5. بعدين انزل في السيرفايكل ل4 و4. بعدين هوصل ده بده في خط اهو، وده بده في خط اهو، بس اهو هوصل ده بده خط بالشكل ده كده، وده بخط بالشكل ده كده. عايز بس الخط يكون واضح اهو تمام. بعدين الخط ده هينزل لتحت يقفل على الميد لاين تحت في اخر البلوك تحت خالص، وده نفس الشيء ده هيجي كده وبعدين هيقفل على الميد لاين تحت خالص. شايفين شكل الرسمه؟ واضحه شكل الرسمه هنا كده. هي مزومه ولا ايه الدنيا؟ تمام زي الفل. بعدين اجي على الروت ايبكس واقفل بالشكل ده كده. يبقى ده شكل ايه؟ الرسمه بتاعتك تمام، اللي هو جاي 3.5 3.5 4 4 في السيرفايكال ثيرد، وانزل نفس السكند كات بتاعت الابر سنترال والابر لاترال وهكذا نفس السكند كات كده. ابدا بقى اسيح، واخد بالي وانا بسيح بمشي مع الخط بتاعي ما يضحكش عليا في الكريست اللي موجود عندي، يعني مثلا ما يضحكش عليا الحته دي عاليه فسيح الحق اللي عندها، لا انا عندي خط ماشي كده فهمش انا موازي اهو للخط ده، هاكل كل ده كده كامل. شايفين؟ شلت ده كل ده كامل. الناحية التانية نفس الشيء، همشي موازي الخط بتاعه اهو، واشيل الجزئية دي كلها كده كامل بالشكل ده كده. بعدين ابدأ بقى اشيل الزيادات اللي في النص اللي هي اللي موجودة عندي هنا دي كده،
شيل شوية زبادي أسخن حاجة بسيطة بالشكل ده كده تمام اهو. طب بالنسبة للتانية شايفين الكريست الخط اللي داخل جوه ده هشيله كده على الباب واجي من هنا برضه نفس الشيء همشي الخط ده واشيله كده على الباب وبعدين هاجي انا جايب ظهر الكارفر وموصل الاثنين ببعض سوا اهو عملت الكريست اللي موجود في السيرفايكل تمام كده حلو قوي. بعد كده ببدا ان انا اسيح الروت بصوا هنا كده اهو ببدا بقى امشي موازي الخط اللي انا رسمه وابدا اسيح الروت اهو من هنا نفس الشيء من الناحيه دي كده برضو بمشي موازي الخط اللي انا رسمه وابدا ايه اسيح الروت يبقى الجزء اللي في النص ده العالي ده بشيله الزيادة دي بقى يا باشا اهو بمسك بقى الشراب بمشي على الكاتنج بتاعتي كده الكاتنج بقت ايه؟ بقت مظبوطة شايفينها كده؟ كده بقت واضحة نيجي برضه نفس الشيء من الناحية التانية همشي موازي للخط اللي انا رسمه اهو وبعدين من الناحية التانية برضه همشي موازي للخط اللي انا رسمه الزيادات اللي في النص دي هبدأ اشيل اهو تتشال بسهولة بعدين الخط يا دكتور اللي داخل جوه ده شايفين الخط ده كده؟ واضح؟ ايوه الخط اللي داخل جوه ده ده لازم يتشال مش ازاي هدخل بالشكل ده كده اهو من الناحية التانية ده كده اهو تمام حلو بعدين هبدأ أوصل الاتنين ببعض بظهر الكارف كده كده عملت لي الكريست اللي أنا عاوز أعمله كده اتعمل الكريست تمام زي الفل. بعد كده بقى ببدأ إن أنا أشيل زيادات الروت أهو من هنا برضو هي نفس الشيء نبدأ نشيل الزيادات بتاعت الروت اهو بالشكل ده كده هنا كده اهو ابدأ بقى امسك الشراب كده انا خلصت السكند كات اعرف بقى ازاي السكند كات بتاعها صح الكريست السيرفايكال ريدج الاثنين في السيرفايكال ثيرد بعد كده الكونتاكت ايريا الكونتاكت ايريا واحده بتبقى موجوده على الجنكشن والثانيه موجوده فين في نص الميد ثيرد والاثنين كريست فين في السيرفايكال ثيرد كده نكون خلصنا السكند كات تمام كده بص بالنسبه للفينشنج هنا اول حاجه اتاكد ازاي ان القطعه بتاعتي مظبوطه ابص الاول هنا هنا الميزيال كونتاكت على الجنكشن الدسه في نص ميد ثيرد تمام زي الفل على الجنكشن نص ميد ثيرد والاثنين كريست في السيرفايكال ثيرد ده اللي انا عايزه بعد كده هختار واحد ليبيال واحد لينج اخلي ده مثلا ايه ليبيال واخد ده لينج او اخلي ده ليبيال واخد ده لينج براحتي يعني اول حاجه بعملها اللينجوال كونفرجنس ادي خط اهو ده الخط الثاني وادي الخط الثالث تمام وابدا اعمل لينجوال كونفرجنس اللينجوال كونفرجنس في الكراون والروت الاثنين مع بعض اللينجوال كونفرجنس في الكراون والروت الاثنين مع بعض حلو كده اهو بعمل هنا لينجوال كونفرجنس في الكراون وفي الروت
نجيب بقى الشراب ونمشي عليه اهو بالشكل ده كده. كده انا عملت ايه؟ ايه؟ اللينجوال كونفرجنس. طيب بعد كده بقى هبدا اخد الايه؟ اعمل اللينجوال فص. اللينجوال فص شكلها ايه؟ شكلها بص كده اهو قدامنا حرف ام. ام شيء بالشكل ده. وبعدين في مثلث هنا اهو هرسمه مش هلمسه. ده اللي هو اللينجوال ريج. وابدا افضي ما بين الام شيب واللينجوال ريج. يا اما امشي على الخط كده بالراحه اهو وابدا افضي. بالشكل ده كده. او يا اما بظهر الكاربر وابدا اسحب بالراحه كده. تمام؟ بس انا بفضل ايه؟ ان انا امشي بالخط ده كده واشيل بالراحه. ايه اللي انا بعمله؟ انا ببدا افضي اللينجوال فوسا عن الليبيال ريج. على شكل اللينجوال فوسا ام شيبة. تمام؟ زي الفل. بعدين بقى بقطع اللينجوال ريج عن السنجولار. الاثنين دولت بيتقطعوا عن بعض. بيتقطعوا كده اهو. ابدا اقطع اللينجوال ريج عن مين؟ عن السنجولار اهو. يبقى انا عندي ويل ديفلوبد لينجوال ريج واصل لحد بوينت نير السنجلر. ده اللي موجود عندنا في ايه؟ في النصب. بعدين امشي عليه بايه؟ بالشراب بالراحه. وابدا برضو انضف تاني. نفس الشيء هنا ابدا ايه؟ انضف تاني. الفوسطه هنا بتبقى واضحه ويل ديفلوبد والمارجن ريج هنا واضحه ويل ديفلوب واللينجو ريج برضو واضح بيبقى برضو ويل ديفلوب. بس اربعه. بعد ما نخلص ده بجيب شويه زيت برتقال بس لان هو ايه الراجل ده بينضف كويس جدا يعني هيشيل لي الزيت. تبقى واضحه هنا ايه؟ شايفين اللينجو الفصه؟ واضحه خالص. والليبيا واللينجو ريج واضح هنا اهو. تمام؟ في المنطقه دي هزود بس شويه كونفرجنز كمان عشان يبان اللينجوال كونفرجنز اكتر. طبعا انا هنا مدي للسنجلم مساحته لان يعني السنجلم ده اللارجست سنجلم في الوركابت اكبر سنجلم لازم يبقى كبير واخد مساحته. اجي بقى هنا في الليبيا سيبس هعمل ايه؟ هاجي انا جاي شادد خط في النص كده في الليبيال سيرس اهو. معايا طريقتين، اما ان انا ادف النايف وامسك بتاع كده واقف 45 درجه بالشكل ده كده اخليه مميل اهو 45 درجه. او لو انا خايف انا جاي من تحت وشادد خط من الجنب من تحت كده بواحد ملي اهو. خط من الجنب ده كده اهو وخط من الجنب من تحت هنا كده بواحد ملي اهو. شايف الخط ده كده؟ وبعدين ابدا اشيل ما بين الخط ده والخط اللي انا رسمه في النص. فانا كده برضو عملت السلوب. ده اتعمل على البارد اتعمل ايه؟ على الساخن. يبقى انت ممكن اعمل ايه؟ السلوب على البارد ممكن برضو اتعمل عليه على الساخن كده اهو. بعد ما اعمله هبدا امشي بالشراب عليه. بدأ يبقى باين كده شايفين؟ اهو. بعدين هشيل مثلث من هنا ومثلث من هنا. ليه؟ عشان اعمل السيرفايكال ايه؟ السيرفايكال ريج اللي بيبقى سيمي سيركلر مدور. وامشي برضو عليه بالشراب بالشكل ده كده. ويبقى ده كده اهو السيرفايكال ريج بالشكل ده عندي. Thank you.
تمام كده؟ تمام. ادي اهي الليبيا سيرفس اهو، السيرفايكال ريدج راوندد والليبيا ريدج باد. وهنا باين الستوبس، حتى خليت الميزا سلوب ايه؟ كونكيف، في سنه بسيطه كده عشان الميزا سلوب يبقى كونكيف، انما الدستا ما بيبقاش ايه؟ كونكيف. هنا لو دخلنا اللينج والفصه واضحه اهي، وهعيد عليها كمان شويه عشان اصغر شويه الليبيا ريدج ده وده الام شيب. نيجي بقى من البروكسيمال، من ناحيه الميزيال سيرفس هعمل المثلث، المثلث بتاعي بيبقى قد ايه؟ 3 مللي، فهعمل مثلث نازل لتحت شويه اهو، وابدا افضي بالشكل ده كده. طيب من ناحيه الديستال المثلث اصغر منه، هيبقى قد ايه؟ 2 اهو، وابدا ان انا افضي. بعد كده اوصل ايه؟ الميزيال باللينجوال بالديستال بالليبيا، ويبقى انا كده عملت ايه؟ السيرفايكال لاين وخلصت كل الكلام كده. يبقى انا تقريبا خلصت ايه؟ كل الكلام. نرجع تاني هنا للينجوال عشان نخلص الجزئيه بتاعته، وبس بنوضح اننا اللينجوال ريج تخين شويه فبنرفعه بس ليس الا. اهو هنا بقى واضح الام شيب قصه وليه واللينجوال ريج. تمام، نمشي عليهم بالشراب بالراحه واحده واحده عشان يفضلوا ايه؟ كويسين. بعد كده نيجي بقى على الروت، الروت بنرفعه بالشراب، مش هاجي يمه بالايه؟ بالكرب. لو همشي بالكرب همشي بالراحه، وابدا بقى الروت ده لازم يقفل في بوينت الايبكس، فانا لازم بقى اشيل كل الزيادات دي في الروت. لو همشي بالكاربر امشي ولا واخد بالي بالشكل ده كده بالراحه. طب ليه بقى يا دكتور كده؟ عشان خاطر ان انا هبدا ان انا ارفعه. إيه عشان كده انا كنت خليته 18، لان انا وانا بخليه بوينت ايبكس هيقصر مني 1 مللي. انما لو خليته 17 وهو اصلا بلانت كده، وهاجي انا بقى ايه اخليه بوينتد هنزله 16 و15 كمان، عشان خاطر كده احنا بنخليه 18 في الاول. انا مش عارف الروت اهو لسه، لو تلاحظوا اللي هو وانا بعمل ايه فينيشنج وبخليه بوينتد الروت بيقصر، عمال يقصر بالشكل ده كده بيقصر. كده يكون الروت ايه بتاعنا اتظبط، عملنا اللي احنا عايزينه فيه. بعديها هاجي في الميزيال، فين الميزيال اللي هو ده؟ هعمل وايد وشالو ديبريشن بظهر الكارب اهو، ديبريشن وايد وشالو بالشكل ده كده. تمام، طب هاجي في الديستال هعمل ديبريشن ديب ونارو، اللي هو ازاي بقى؟ والله معلش ثانيه واحده احنا عكسنا، معلش ده هنا اللي وايد وشالو، ده الميز هنا الوايد وشال دي، معلش هنا هعمل ديبريشن اهو وايد وشال. ناخد بالنا من الحته دي، ناخد بالنا من الحته دي، الميزل هنا وايد وشال، عرفت الميزل منين؟ من الكونتاكت دي على الجنكشن هنا. هل فهنا ده هنا اللي وايد وشال اهو. طب الديستال انا جاي داخل جواه اهو واعمل ديبريشن ديب ونارو اهو، ديب اهو ونارو بالشكل ده كده، ده كده ايه ديب ونارو. بعدين امشي على ايه؟ بالشراب بالشكل ده كده. بعد ما نخلص زيت البرتقال بتاعنا بيبقى حاجة عظمة بصراحة، زيت البرتقال بيخلي السمنة عظمة. ننصح باستخدامه يا اخوانا. شايفين زيت البرتقال خلى السمنة عاملة زي بعد ما خلصنا؟ اهو الليبيال ده الليبيا ريج وده السيرفايكال ريج، بعد كده ده الكاسبت. لو تلاحظوا الاسلوب بتاعت الميزل فيكم كابت سنه بسيطه. تعالى بقى الميزل هنا المثلث اكبر من الدستال، المثلث اصغر، المثلث اصغر في ايه؟ في الدستا ميزل، الميزل فيه وايد شارد ديبريشن، الدستال ديب ونارو ديبريشن، الروت بوينتد ايبس، تخش في اللينجوال سيرفيس اد اللينجوال ريج والديفلوب توصل للسنجلم، شكل فوسطه ان شيب والسنجلم كبير حجمه كبير. تمام، وده بوينتد ايبكس، وبكده نكون خلصنا الابر كمان.